السلام عليكم، ازيكم شباب؟ معاكم كريم سمارة من سوشيال بيزنس كيتس. في الاسبوع اللي فات في برنامج كلام ماركتير مع شيرين بدر كنت اتكلمت عن اهمية الفيديوهات وان قد ايه الموضوع وفكرة الفيديو فلوج هتبقى منتشرة جدا في 2015 واهم الحاجات الترند في الفترة اللي جاية. دي اول تجربة ليا في موضوع السوشيال ميديا ابديتس. دي فكرة جات لي ان انا ممكن كل فترة يبقى في فيديو بيلخص اهم الابديتس اللي حصلت في السوشيال ميديا بشكل عام في خلال الفترة الأخيرة. فدي أول حلقة، هستنى منكم الفيدباك عن الموضوع وخلونا نبدأ. أول الأخبار، هنشير معاكم السكرين. طيب، أول خبر من تويتر إن تويتر قدم خدمة البرايفت جروب تشات. حاليا أنت تقدر تجمع حتى 20 شخص تتشات معاهم في برايفت جروب زي اللي بيحصل على الفيسبوك. ال 20 شخص دول ممكن تقدر تتكلم معاهم برايفت، يبقى انتوا بس بتتكلموا مع بعض. تقدر ان انت تشير معاهم تويتس من تويتر ستريم نفسه بتاعك، حتى لو التويته ديت مش معموله من حد من ال 20 شخص. يعني كمثال، انتوا شركه بتشتغلوا مع بعض، ممكن حد منكم يشوف تويته مهمه على التايم لاين عنده او على الستريم لاين بتاعه، يقدر ان هو يجمع التويته ديت ويجمعكم في جروب تشات بحيث ان انتوا تتناقشوا مع بعض حوالين الموضوع دوت او حوالين الخاصيه ديت. حاجه تاني او استخدام تاني للموضوع، ان ممكن انت من المعروف ان تويتر ما ينفعش تعمل او تبعت برايفت مسج لحد هو مش عامل لك فولو. فانت دلوقتي لو في شخص معين انت عايز تبعت له برايفت مسج وهو بيفولو حد من صحابك، تقدر ان انت تطلب من صاحبك دوت ان هو يجمعكم انتوا الاثنين في برايفت مسج ويقدر تبعت له البرايفت مسج اللي انت عايز توصلها له. واي حد بيضاف في الجروب دوت او الجروب تشات دوت بيبعت له نوتيفيكيشن. فدي تويتر كان اعلن النهارده عن خاصيه الجروب تشات او الكونفرسيشن الجروب تشات. احد الخواصي التانية اللي اعلن عنها برضك تويتر النهارده هو فكره الفيديو. زي ما اتكلمنا قبل كده هوت ان الفيديو بقى من اهم الحاجات اللي هتنتشر في الفتره اللي جايه. تويتر اعلن ان خاصيه الفيديو هتبقى متاحه من خلال التويتر اب نفسه. يعني انت تقدر تفتح تويتر اب على الموبايل بمجرد اعلان الخاصيه، يعني بشكل رسمي. هي حتى الان لسه في المرحله البيتا، انت بتقدم عليها، بتكتب الايميل بتاعك وهو هيبعت لك رساله بمجرد ما تبقى متاحه. الخاصيه هتخليك تسجل لحد 30 ثانيه وتقدر تسجل الفيديو وتعمل عليه ايديت من جوه تويتر ابلكيشن نفسه. احنا كنا اتكلمنا الاسبوع اللي فات في برنامج كلام ماركتير عن ان انت تقدر ترفع فيديو، ما عندكش اي مشكله في المساحه، تقدر ترفع مساحه مفتوحه بس بيبقى ليك مده 10 دقائق الكلام دوت على الويب سايت نفسه او موقع تويتر نفسه ان انت تقدر تعمل ابلود. لكن الخاصيه دي بتتكلم على تويتر ابلكيشن ان انت هتريكورد الفيديو من خلال تويتر ابلكيشن نفسه بس ليك ليميت لحد 30 ثانيه. دي التويته اللي نزلت على موقع تويتر، كانت اول تويته اتعملت بالفيديو. كانت التويته ديت، ده كان اول تويته اتعملت، وزي ما انتم شايفين المده فيها 30 ثانيه بالظبط. طيب، من الاخبار التانيه برضك ان تويتر كان اعلن من فتره ان هو وقف خاصيه الويب اناليتكس تول. شوف التويته بتاعت كل اكونت وصلت لكام واحد. تويتر حاليا رجع الخاصيه دي تاني، حاليا متاحه لاصحاب الاي او اس بس للاسف. يعني حتى الان هتقدر ان انت مثلا تخش على تويتس من تويتس بتاعتك، تقدر ان انت تشوف كل الاحصائيات بتاعتها، تقدر ان انت تعمل بروموت للتويته ويقول لك عايز تعمل بروموتنج بكام ويديك الاستيميتد كليكس اللي ممكن تيجي على التويته دي. برضك من احد الاخبار الجديده ان تويتر اعلن يوم 21 يناير ان في خاصيه وايل يو وير اواي. ودي خاصيه ان انت لو قعدت فتره ما بتدخلش على موقع تويتر في خلال اليوم، يعني قعدت كذا ساعه ما بتدخلش على تويتر ابلكيشن في خلال اليوم، هيجمع لك اهم الاحداث اللي انت او اهم التويتس اللي انت كنت متعود تتابعها بشكل عام ويجمعها لك في مكان واحد اللي هو وايل يو وير اواي. حاليا برضك الخاصيه ديت متاحه لاي او اس يوزرز ابتداء من يوم 21، واي حد معاه اي او اس في الاغلب هتبقى اشتغلت معاه، بس حتى الان لسه ما توفرتش على تويتر للاندرويد ابلكيشن. طيب، خبر كمان عن تويتر ان تويتر كان اعلن في مؤتمر السي اي اس اللي اتعمل ان كان موقع ذا وول ستريت جورنال قال ان تويتر عرض برزنتيشن ان هو بيخطط يبيع الاعلانات بتاعته من خلال ابلكيشن ومواقع تانية
غير تويتر نفسه. دي نفس الخاصية تعتبر زي خدمة جوجل ادورد، بيقدم لك خاصية ان انت تعلن على السيرش بتاع جوجل او تعلن على جوجل ديسبلاي نتورك والمواقع المتعاقدة مع جوجل. تويتر قدم الخاصية ديت في المؤتمر دوت وقال ان هو هيعمل الموضوع دوت. اشهر الابليكيشن اللي الناس بتقول ان هو هيبتدي يعلن من خلالها حاجات موقع فليب بورد او تطبيق فليب بورد واي اس بي ان الرياضي، دول اشهر اتنين. الناس بتقول ان تويتر حاليا في مفاوضات معاهم ان هو يبدا ينزل او يعرض الاعلانات بتاعته جوه الويب سايت دوت. طيب تويتر برضك اعلن عن خاصيه جديده، هي خاصيه البوست كود تارجتنج ادز، هي حاليا هتبقى متاحه اليو كي بس. الخاصيه ديت انت بتقدر تستهدف بالجيو تارجتنج بتاع الناس، بحيث ان انت لو عايز منطقه محدده بتحط البوستال كود بتاعها والاعلان بتاعك مش هيظهر للبوستال غير للناس اللي في موجوده في المنطقه دي بس تحديدا. الخاصيه دي هتبقى زي ما قلنا هتبقى متاحه في الاول لليو كي بس، وبعد كده هوت هتنزل لبقيه المستخدمين. بالنسبه للفيسبوك كان في خبر نازل ان الفيسبوك بيعمل ريتنج لموضوع الترانسليشن، دي خاصيه كانت موجوده من بدري في الفيسبوك، وهي ان انت بتترانسليت او بتترجم اي بوست موجود على الفيسبوك. حاليا الخاصيه اعلنت ان هي او الفيسبوك اعلن عن الخاصيه جديده متاحه برضك لبعض الناس مش لنسبه كبيره. كان اعلن عنها احد الاشخاص المستخدمين ان هو ظهر له خاصيه ان انت تعمل ريت للترانسليشن ديت، بحيث ان انت تاكد على قوه او مدى فعاليه الترجمه دي هتبقى عامله ازاي. الخاصيه ديت كان في موقع البيك اعلن امبارح ان هو مستخدم ايطالي ظهرت له الخاصيه دي. الشخص دوت الايطالي دوت لما عمل شير لكلمه او لبوست عنده كان في كلمه ديسكاونت ظهر له البوست دوت، وده معناه ان انت ممكن تعمل بروموتنج للموضوع ده. فاحنا هنا هو الفيسبوك بيعمل ريتنج لموضوع الترانسليشن بحيث يتاكد من قوه الكلام او مدى دقته في الترجمه، وهيبتدي بعد كده هوت يقول لك لو انت كتبت كلمه زي ديسكاونت زي بروموتنج زي سيلز يقول لك ان انت ممكن تعمل دعايه او تعمل اعلان للبوست ده. احد الحاجات التانية هي خاصه بموقع فيسبوك، وهي برضك ان في تطبيق اسمه ويكر دوت بيخليك ان انت تنشر صور برايفت. لو في حد عايز ينشر صور مع بعض الناس بشكل برايفت مش عايز اي حد تاني يشوفها يقدر يرفع صوره من خلال الابلكيشن دوت وينشرها على الفيسبوك، واي حد هيشوف لينك للصوره ديت يقدر يفتحها بحيث ان هو ما يشوفهاش غير الاشخاص اللي هو محددهم. خاصية بنترست حاليا لما تيجي تعمل بين لاي صورة، انت موقع بنترست تقدر تعمل بين للصور او للفيديوهات. لما بتيجي تعمل بين للصورة بتقدر ان انت حاليا تنشرها على الفيسبوك. كان زمان موجود ان انت بتعمل بين للصورة بتختار البورد اللي انت عايز تحطه فيه وتكتب المسج وتنشره على تويتر، وحاليا عندك ممكن انت تعمله بوست على الفيسبوك. لما بتعمل بوستنج من هنا هوت الخاصيه دي هتنزل على التايم لاين عندك، وده عكس اللي كان بيحصل في الاول ان انت كانت الحاجات بتنزل على الجنب دوت في المكان ده بس هو اللي كان خاص ببنترست، لكن حاليا هتنزل على التايم لاين عندك عادي. اخر الاخبار معانا هي ان تويتر بيحاول يعمل حاجه زي ما الفيسبوك بيفكر في موضوع انترنت اورج، ان هو بيفكر يقدم خاصيه تويتر لبعض المستخدمين في بعض الدول خاصة زي اندونيسيا والبرازيل والهند. اندونيسيا والبرازيل والهند ان هم يقدروا يستخدموا تويتر تقريبا ان الموضوع ممكن يقف عليهم بتكلفة اقل بكتير من تكلفة الداتا انترنت بشكل عام، وده هيساعدهم اكتر ان هم يبتدوا يستخدموا تويتر، لان هو بيقول ان العالم حاليا كله هيبقى في خلال الفترة اللي جاية هيبقى كله اونلاين، فتويتر بيحاول يعمل حاجة مماثلة او بيحاول يحصل بعض الحاجات اللي بيعملها الفيسبوك. دي كانت اخبار المرة دي. زي ما قلت لكم هو اول تجربة لينا في موضوع البرودكاستنج او موضوع الابديتس من خلال الفيديوهات اونلاين. هستنى منكم الفيدباك عن الموضوع. شكرا جدا واتمنى تكونوا استفدتوا. السلام عليكم.